إن عمر بن الخطاب جاء ذاك يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له علي بن أبي طالب ويقول يا رسول الله إن عليا إذا مر علي لا يقدرني بالسلام. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال له يا علي لم لا تبدأ عمر بالسلام إذا مررت عليه؟ فقال علي يا رسول الله لأنني سمعتك تقول من يبدأ أخاه بالسلام يبني الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة.